هل يوجد كتاب تحت الشمس يتنبأ عن مجيء شخص عظيم مثل الكتاب المقدس؟ وما هي أشهر النبوات التي قيلت عن يسوع المسيح؟ كم عدد النبوات التي قيلت عن يسوع؟ كيف نفهم النبوات؟ وما هو مقياس هذه النبوات؟ وكيف نقارنها مع موضوع علم الاحتمال؟ وهل صدقت وتمت هذه النبوات في شخص المسيح؟ وهل أعطت مصداقية للوحي الإلهي؟ أدعوكم لمشاهدة رحلة الميلاد لمجاوبة على كل هذه التساؤلات.